بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جينو لينكس. اليوم أتكلم مع الدبيان وما بوني على الدبيان، يعني أي توزيع تستخدم أبت كيت، تمام؟ راح نطبق عليه هذا الدرس. درس اليوم عبارة عن إدارة الخدمات. إيش هي الخدمات؟ الخدمات عبارة عن كاس شاهي تشربه وبعدين نتكلم عن الخدمات. الخدمات عبارة عن برامج معينة أو زي ما تقول أساسيات تشغيل برامج، تمام؟ مهمة جدا. قد تكون مسؤولة مثلا عن تشغيل طابعات، قد تكون مسؤولة مثلا عن تشغيل المشاركة، مثلا عن تشغيل كرت الشاشة، عن مدير الواجهة إلى آخره. الفائدة من أنك تعرف تدير الخدمة تستغني تماما عن إعادة التشغيل، تصير محترف بالتفعيل والإيقاف، بحيث أنه في خدمات معينة علشان تعدل لازم توقف الخدمة بعدين تعدلها بعدين ترجع تشغلها. موضوع بسيط جدا ترى، ما يحتاج أي شغلة ولا راح ياخذ منك إلا دقائق معدودة وتصير محترف بالموضوع هذا. طيب كيف نقدر نطفي خدمة؟ أول شيء عندك مثلا خدمة كابس هذه مسؤولة عن الطابعات، تمام؟ لو عندك إشكالية في الطابعة مثلا لو عدلت أو أي حاجة معينة ممكن تسوي ريستارت الكابس بحيث أن الكابس يرجع من جديد يشتغل ويسوي زي ما تقول إعداداته من أول وجديد بحيث أنه يضبط. طيب كيف نقدر نكتب كذا؟ سودو، أول شيء لازم يكون سودو، ثاني شيء تكتب سيرفس، وبعدين تكتب اسم الخدمة كابس، تمام؟ مثلا وبعدين في أكثر من شغله. الشغله الاولى اللي هي ستارت ستوب ريستارت، وفي عندك الله يسلمك ستاتس، وفي عندك ريلود، وفي عندك فورس ريلود. اعتقد انه فورس ريلود، تمام؟ لو كتبنا ستاتس، ستاتس راح تعطينا الحاله، تمام؟ كابس از رننج، تمام؟ اوكي، معناته ان الكابس الان يشتغل. كيف نطفيه؟ بس تكتب ستوب. اوكي طبعا لو سوينا الان ستاتس راح يقول لك از نوت رننج زي ما انت شايف. ممكن تسوي له ستارت بالشكل هذا الان راح تشتغل، ممكن انك تسوي له ريستارت اذا كان يشتغل بحيث انك يعني تعيد تشغيله فقط لا غير، تمام؟ في موضوع الريلود واتمنى تصحيح معلومتي اذا كانت خطا، تمام؟ الريلود ما يطفي الخدمه لكن يرجع يقرا اعدادات الملفات بحيث ان الخدمه تبقى شغاله، لكن يرجع يقرا خدمه الملفات الموجوده. وفي عندكم الله يسلمك اللي هي فورس ريلود، تمام؟ هذا ايضا احيانا يرفض انه يسوي ريلود، نسوي له فورس ريلود غصبا عنه. اوكي، هذا بالنسبه لتشغيل وايقاف الخدمات، هذه الطريقه الاولى. الطريقه المفضله وهي بحيث انه قد يكون احيانا بعض التوزيعات ما تستخدم سيرفس، لكن كل التوزيعات موجوده الملف هذا. لو رحنا الملف هذا اللي هو cd/etc/init.d، هذا الملف مليان خدمات وهذا هو اللي مسؤول عن تشغيل الخدمات، او بالاصح ملفات الشل القابله للتشغيل حقه الخدمات كلها موجوده هنا. طيب كيف نتعامل معه او كيف نعرض جميع الخدمات؟ بس تكتب ls. لما تكتب الاس راح يعطيك كل الخدمات اللي موجوده عندك هنا. من ضمن الخدمات الكرون زي ما انتم شايفين، وهذا الكبس كنا تكلمنا عنه قبل شوي، تمام؟ طبعا في خدمات كثيره زي الام دي ام مدير الواجهه. الام دي ام هذا مدير الواجهه على بعض التوزيعات اللي استخدمها حاليا اللي هي الام دي اي، تمام؟ طيب كيف نقدر نسوي حاجات ثانيه غير هذا، تمام؟ ممكن انك تكتب مثلا كبس. طبعا انا حاليا موجود بالمجلد لذلك ما يحتاج اكتب المسار، لكن اذا كنت برا المسار ممكن تكتب سودو etc/init.d وبعدين تكتب كابس. طبعا لو ضغطت تاب راح يكمل وتسوي ريتاب، ممكن تسوي ريستارت. تعمل بنفس الطريقه الخاصه بالسيرفس تماما. السيرفس عباره عن اختصار للموضوع. هذا بالنسبه للطريقه حقت الايقاف التشغيل. ماذا عن البرامج اللي اساسا تشتغل بدء التشغيل؟ طبعا في طريقه اللي هي ريكونفيجر وشغله طويله، بس بالنسبه لي افضل البرنامج هذا. تحميل البرنامج سودو apt-get install rcc-conf، تمام؟ انا كاتب شيء غلط هنا، انستول rcc-conf بالشكل هذا، هذا اسم البرنامج. طبعا انا استخدمه محمله. اللي عليك تسوي تكتب سودو rcc-conf، تمام؟ اضغط انتر، راح يعطيك قائمه بالاشياء اللي تشتغل. طيب جهاز المكتب ما في بلوتوث، ممكن نشيل البلوتوث، تمام؟ بالمناسبه لا تشيل شيء ما تدري وشو. كابس ممكن انك ما عندك طابعات ممكن تشيل كابس. طبعا العمليه هذه تسرع تشغيل الجهاز المعلوميه فقط، تمام؟ هذا كله ابيه. لا 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 نتورك مانجر مهم، فليم اوت. والله ممكن توقف فليم اوت اذا كنا تستخدمه، لكن هو مجرد جماليات نتركه، تمام؟ ايش عندنا بعد؟ سامبا سند. اذا ما عندك سكانر ممكن توقف هذه، تمام؟ هذا السكانر، تمام؟ سكانر ما انا بستخدمه فعليا، خلينا نطفيه. فيرتشوال جيست. اوكي، الى هنا تقريبا الان تقدر تتحكم بالخدمات. بس تضغط اوكي، الان راح يضبط لك المزبيط، تمام؟ هذه بالنسبه للطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هي انك تستخدم سودو ابديت هذه rc، تمام؟ دوت دي، وبعدين تستخدم الخدمه اللي انت حابب تسوي. ايش راح تسوي؟ مثلا ممكن تسوي
ديليت مثلا للموضوع هذا. طبعا ممكن تسوي اف بالشكل هذا. بالنسبه للطريقه هذه زي ما انتم شايفين ان فيها مشكله معينه اللي هي انك ما تعطيك كل القائمه، لكن استخدموا الطريقه اللي قلت لكم قبل شوي، برنامج غير موجود افتراضيا، حملوا البرنامج واستخدموه. الى هنا انتهى الدرس، نشوفكم ان شاء الله الدروس قادمه للدبيان وفي امان الله. وين قابل تسجيل؟ يلا بمان الله.